بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني عشر من كتاب أسهل المسالك. وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم. وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم. فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك عمر عثمان يليهم حيدره. ورتب الستة باقي العشرة. فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك عمر عثمان يليهم حيدره. ورتب الستة باقي العشرة. فأهل بدر أحد فالبيعة فأهل بدر أحد فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة. فأهل بدر أحد فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة. وفي النساء مريم فالزهراء. وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم. فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسك عمر عثمان يليهم حيدره. ورتب الستة باقي العشرة. فأهل بدر أحد فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة. وفي النساء مريم فالزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الثاني عشر من كتاب أسهل المسالك. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. هذا من العقيدة الضرورية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. فاحذر لغير منعه السماعة واتبع السنة والجماعة، وفضل المخصوص بالإدناء على البر دون ما استثناء، بل هو رسول الأنبياء كما دلت عليه الآية، ورسول الرسل معلوم ضرورة أنه أفضل منه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذ. وبعده الخليل فالمكلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعده الخليل، وهذا الترتيب لا يلزم في الاعتقاد، هذا قول قاله بعض العلماء وهو الذي ذهب إليه المؤلف هنا، ولكن لا حرج التفضيل بين الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في ذلك، إلا أن هذا قول وهو جيد. بعده إبراهيم خليل الله تعالى، وأما بعد ذلك المكلم وهو موسى، وذهب وهنا إلى ترتيب ضعيف أن نوحا بعد ذلك، ولكن الصحيح أن عيسى قبله ثم نوح، ولكن هذا الترتيب لا يجب اعتقاده، ليس من الدين اللازم اعتقاده، فهو قول، ولكن هناك أقوال أخرى تبين أن هذا غير لازم، فلا يلزم هذا الترتيب اعتقادا، ومن اعتقده فهو قول سليم وجيد. نوح والروح، الروح تقال لعيسى عليه السلام، والمكلم تقال لموسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، والروح تقال لعيسى عليه السلام روح، يبشرك بكلمة عيسى بن مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. نعم. وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم. قال المؤلف: إن هؤلاء أولو العزم، وكل الأنبياء أصحاب عزم، وصبروا على الشدائد فقد أوذوا
كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لكن هؤلاء الخمسة اشتد عليهم الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أولهم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكل منهم من هؤلاء قاس ما لم يقاس غيره من الأنبياء، وإن كان الكل قاس كما قال تعالى: حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل الأنبياء قاسى من قومه. والحديث أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وذهب إلى ورقة بن نوفل قال ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بالذي أتيت به إلا وأخرجه قومه. طبعا هذا هو سنة الله تعالى، ومن أراد أن يأخذ وراثة الأنبياء بدون شغب من الناس وبدون معارضة فهذا كذاب. فالعلماء ورثة الأنبياء إذا لم يلاقوا الصعوبات، وإذا لم يلاقوا الأكدار، وإذا لم يلاقوا المهانة والاستهضام، فهؤلاء لم يأخذوا بأي نصيب من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ورثة فرعون وهامان وجنودهم. نعم، فنوح والروح والعزم هم، فالرسل هم جميع الرسل بعد هؤلاء الخمسة، بعد هؤلاء الخمسة والرسل ثم الأنبياء. والفرق بين الرسول والنبي بينه في إضاءة الدجنة بقوله: وهو الرسول إنسان ذكر أوحى له من لم تكيفه لفكر، وقال: بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم. وإن يكون الوحي بحكم قصر عليه فالنبي فيما اشتهر. قال إن الرسول هو الذي أوحي إليه أن يبلغ أمة تبليغا شديدا، وأما النبي فهو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن إيش؟ ليس له رسالة جديدة، بل يأمر بما أوحي إلى النبي قبله، أو أوحي إليه بوحي خاص ليتعبد به، ولكن دعوته ليست بالوحي الذي أنزل عليه، بل بالوحي الذي أنزل قبله. وهذا تفصيل جيد. وقد غلط فيه بعض الحاضرين من وجهين، وبعضهم قال أن من عرف تعريف المقري هذا خطير، أنه سيء وأنه مخالف للآية، وهذا غير صحيح لأنه لم يفهم تعريف المقري. وبعض أيضا قال إن النبي أوحي يعني أن كل إن أنزل كل نبي منزلة كل رسول، ولكن هذا غير صحيح أيضا. كلا الرأيين خاطئ، هذا كله من قصور إفهام الحاضرين الآن، لأنهم ما شربوا من منهج العلم حقيقة. كل يخوض فيما ليس تحته أي فهم أصلا، كما قال البوصيري: استغفر الله من قول بلا عمل، وأنا أسميه استغفر الله من قول بلا فهم. الخاص هم بعد ذلك الملائكة خواصهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وهؤلاء الأربعة هم خواص الملائكة. الخاص ثم بعد ذلك الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك النسك أي ذو العبادات أي الفتوحات الكثيرة، وإن كان أبو بكر أكثر منه وأكثر عبادة وأكثر منه فتوحات، لأنه لولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأبو جدع عمر، وقد أقر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: ليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، خير من عمر وآل عمر. هجرة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومقاساته للشدائد الأولى، هذه أكبر نعمة على المسلمين، وكذلك أيضا مقاساته لحرب الفتنة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر نعمة على المسلمين، وهي التي نشأت من الفتوحات التي فتحها عمر وفتحها عثمان رضي الله تعالى عنه وفتحها علي رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الفتوحات. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وضعت على أبي أشياء لو وضعت على الجبال لأهاضتها، لأن ارتدت العرب ووقعت أشياء صعبة جدا. كذلك ثبتهم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائل أبي بكر لا تحصى حقيقة. وجاء بعد ذلك ذو النسك عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أجاد وأفاد وسمي بالفتوح. ولا نطيل ترجمة الخلفاء الراشدين، لدى الإمام السيوطي كتابا سماه
لديه كتاب سماه تاريخ الخلفاء الراشدين، هذا كتاب نفيس جدا يحتاج إلى وقت طويل، حجمه أكثر من مختصر خليل. نعم يونسك، مع أن عمر فعثمان، ما بعد ذلك عثمان وما بعد ذلك حيدرة، يعني علي رضي الله تعالى عنه، الخلفاء الراشدون، ورتب الستة باقي العشرة، أما بعد ذلك باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم كما نعلم نحفظهم للأطفال الحمد لله ابتداء، فينبغي لنا أن نحفظ الأطفال كذلك. وقد قلت ماضيا عندما كنت في بعض الدروس، قلت لماذا أنتم تحفظون أبناءكم ولايات موريتانيا يعرفونها، وحتى المسلمون الآن يحفظون أبنائهم الولايات الأمريكية، وعندما سألهم عن العشرة المبشرين بالجنة وعن أصحاب بعثة الرضوان وعن أهل بدر وأحد لا يعرفونها. هذا عبد الله السميع العليم، خذلان، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان وطرس البصيرة. قوم كل الناس الآن يعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية 50 ولاية، ولكن لا يعرفون أسماء الله تعالى الحسنى 99 أسما على ما هو معروف، ولا يعلمون أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 201 على ما في دلائل الخيرات، وإن كانت الأسماء أكثر من ذلك، ولا يعلمون الخلفاء الراشدين، ولا يعرفون العشر المبشرين بالجنة، ولا يعرفون كم الغزوات. هذا مرض في القلوب، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الناس قال كما قال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بنو إسرائيل أعطاهم الله تعالى المنة والسلوى، أنواع الأطعمة الفاخرة، قالوا نحن نريد البقول، نحن نريد التفاح، نحن نريد البطاطس. هذه لا تقوم بالإنسان، لا تقوم ببنية الإنسان أصلا. لو أكل الإنسان البطاطس شهرا وحده لمات أو أسبوعا. أعوذ بالله من أمراض القلوب وأمراض الأفهام، يعني أعوذ بالله. هذه الموضة الجديدة، وأنا أسميها المفسدة الجديدة، غسلت عقول المسلمين غسلا كاملا. العشرة المبشرين بالجنة هم أبو بكر أولهم، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبادة بن الجراح. هؤلاء بشروا بالجنة في وقت واحد، جاءوا متواليين متتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث واحد، واستأذنوا بالدخول، فصار يقول لصاحب الاستئذان البواب: إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة، إلى آخرهم، أولهم أبو بكر إلى آخرهم بشروا. وإلا فجميع الصحابة مبشرون بالجنة، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. فالجنة الحسنى وهي الزيادة، فالجنة للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة للنظر إلى وجه الله تعالى. نرجو الله تعالى ذلك كله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأتباعنا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا. ورتب الستة باقي العشرة، ستة باقي العشرة مثلا. ثم أهل بدر على العموم أفضل من غيرهم من الصحابة، أهل بدر لقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: وما يدرك أن الله اطلع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك أهل أحد كما قال تعالى: ثم تاب الله عليهم، يعني أهل أحد معناها قبل توبتهم، ومن قبل الله توبته يا خلاص انتهى الأمر. فأهل أحد لهم الرقم الثاني بعد أهل بدر. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا يعني تحت الشجرة، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أهل بيعة الرضوان هم الحديبية. فسائر الأصحاب، ثم بعد ذلك جميع الأصحاب أفضل من غيرهم، فجميع الصحابة أي فرد منهم أفضل من جميع التابعين وجميع تابع التابعين. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب أبي حنيفة ومن الذين رووا عن مالك الحديث، فهو عراقي الأصلي ولكنه كان في غاية الحديث والزهد والصلاح، عبد الله بن المبارك قال عندما سئل: هل معاوية بن أبي سفيان أفضل أم عمر بن العزيز؟ غضب غضبا شديدا وقال: غبار فرس معاوية مجاهدا في سبيل الله تعالى خير من عمر بن عبد العزيز.
وهذا لا يشك فيه إلا منافق، لأن الأمر ليس على ظاهره، ليس المراد غبار فرس، لكن حتى لا يدخل قلبك أن الصحابة رضوان الله عليهم يمكن لمخلوق أن يصل إلى مقامهم غير الأنبياء أو الملائكة، أما غير ذلك فدعني منه، لا يفضل عليهم غير الملائكة خواصهم أو الأنبياء، كما قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين، يعني الأنبياء بلا شك، وخواص الملائكة، وبعد ذلك يأتي الصديق، ثم بعد ذلك يأتي عمر، ثم بعد ذلك يأتي الفاروق، ثم يأتي بعد ذلك عوام الملائكة، ثم يأتي بعد ذلك عوام الصحابة. هذا على تفصيل، هذا على تفصيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأرجوكم جميعا الدعاء لي ولوالدي ومشايخي وذريتي وأحبابي وطلابي، بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقنا وإياكم. بادروا 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 في أي فرصة رمضان بمراجعة فروض العين، بمراجعة فروض العين، فهي أهم وأهم 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 من جميع النوافل. لباب واحد يتعلمه الرجل أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مجلس علم واحد أحب إلي من عبادة 60 سنة، وعبادة 60 فيها الذكر، وفيها قراءة القرآن، وفيها التراويح، وفيها وفيها وفيها، لأن العلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه: فلولا العلم ما سعدت رجال وما عرف الحلال من الحرام، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء.